السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي عشان يعمل لك اوجمانتد رياليتي باحترافية عالية، حاجة بالشكل دوت، ومش مطلوب منك ان انت تكتب كود، فبضغط زر مجرد بس ترفع الموديل بتاعك يبدأ ان هو يعمل لك الاوجمانتد رياليتي. تمام. لا، ملبس راجل ساعة، وراجل اصلا مش لابس ساعة وخواتم، وتقدر تحط اي عفش انت عايزه او اي فرنيتشر انت عايزه بالشكل دوت. ممكن تعمل برومت تكتب له تكست، تاخد التكست ده يحوله 2D و3D و Augmented Reality، اي حاجة انت تتخيلها يوري لك 3D وتشوفها بالشكل دوت. الموقع معمول باحترافية شديدة جدا. فال Augmented Reality وال Virtual في الجيمز برضو مفيد. وتقدر تجربه مجانا، بس خلينا نشوف الاسعار بتاعته. تمام. هنا مثلا تشوف الموتوسيكل هيبقى عامل ازاي في الجراج بتاعك، وتقدر تفككه وتجمعه تاني، فتقدر تعمل بيه شغل كويس جدا، حلو جدا في الماركتينج. ممكن تجرب ملابس معينة هتبقى عاملة ازاي قبل ما تشتريها وقبل ما تلبسها قبل ما تروح المتجر، وتقدر تخش بقى في الويب 3، تقدر تخش في ال NFT، تظبط اللايتنج، تعمل حاجات اوبجكت 3D، تقدر ويب لوجن في تبدأ مجانا تماما. وفي طبعا لو انت عايز حاجة ادفانسد لازم هتدفع فلوس. طيب تعال نشوف الاسعار قد ايه. او بيقول لك فري هيبقى مجاني تماما، تقدر تعمل حساب مجاني. طيب في $100 في الشهر، في امكانيات اعلى. تمام. هنا الميت فري فيو، هي دي المشكله، ان انت مثلا عملت حاجه معينه وعايز تشوفها، فهو بيقول لك بس الميت واحد وخلاص الحاجه دي مش هتشتغل. يعني انت عملت مجسم معين وعايز تبيعه، هو بس 100 دول صدقني ان جربتها في موقع اخر خلصوا اثناء التجربه. يعني انت بتجربها وبتجربها على جهاز تاني وبتجربها مع اصحابك وكده، فتلاقيهم خلصوا، فهي دي الليمتد بتاعت الموضوع. لكن مفيش مشكله، ان شاء الله هنجربه، وان ممكن نعمل فيديو تاني يشرح بالتفصيل ايه القصه بتاعته. لكن ده بالذكاء الصناعي تقدر تعمل اوجمانتد رياليتي.